الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، ونحن نلتقيكم في برنامجكم فتاوى وأحكام. يسعدنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أن نستقبل في هذه الحلقة فضيلة الدكتور تيسير الفتياني، وهو أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء في جامعة العلوم التطبيقية. أهلا وسهلا بك دكتور، وحياك الله ومرحبا. كما يسعدنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم معنا على هواتف البرنامج والتي ستظهر تباعا على الشاشة أمامكم. مرحبين دوما بتفاعلكم معنا، فأهلا وسهلا بكم جميعا. فضيلة الدكتور، نتحدث لعلها مسألة يعني تخص وتهم كل مصلي في قضية الجمع بين الصلوات، وهناك أسباب كثيرة، موجبات شرعية للجمع بين الصلوات، ولكن الأكثر حاجة يمكن استخدامها في هذه الأيام هي الجمع بسبب المطر لعله. فلذلك دكتور، أولا لو تحدثنا عن الحكم الشرعي في جواز الجمع بين الصلوات ابتداء. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، ونحمد الله على نعمة المطر في هذا العام، الأمطار غزيرة، ونسأل الله أن يعم بنفعها جميع العباد والبلاد. أثناء هذا المطر يعني يحدث أحيانا في بعض المساجد إشكالات، هل يجوز الجمع أم لا يجوز الجمع؟ باتفاق العلماء يجوز الجمع، لكن في التفصيلات هناك خلاف بين العلماء. نعم، الجمع حكمه جائز، لكن في التفصيل اختلف العلماء في التفصيلات الداخلية. نعم، فأثناء المطر هناك الجمهور أباح الجمع، لكن خالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه لا يجيز الجمع إلا في عرفات ومزدلفة فقط، ولا يبيح الجمع الصلاة في غير هاتين أو في غير هذين المكانين فقط لا غير. طبعا له أدلته، والجمهور لهم أدلتهم، لكن غالبا نحن نميل نحو رأي الجمهور، لأن الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل أهل المدينة وفعل كثير من الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة، والصحابة أيضا جمعوا، وجمع في السفر وجمع في المطر، وهكذا كما ورد في روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. ثم الذين أباحوا بجواز الجمع في المطر، يعني قالوا ما هو المطر، يعني أي مطر نجمع فيه؟ هل المطر الخفيف، المطر الكثيف؟ يعني أتي دكتور وهكذا على إن شاء الله، إن شاء الضوابط نضعها بإذن الله عنها. تعالى. نعم. لكن دكتور، الحكمة من هذا التشريع، يعني عندما يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في مواضع سواء كان في المطر أو بالسفر أو بغيره، يعني ما الحكمة التشريعية التي ترمي الشريعة الإسلامية من ورائها من تشريع هذا الحكم؟ القاعدة الشرعية: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما في مشقة في الدين، إنما بعثت ميسرا، يسرا ولا تعسرا. الأصل في الدين رفع الحرج ورفع المشقة. أثناء المطر يكون في مشقة في التنقل بين البيت وبين المسجد، في مشقة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائبه. إذن هي دكتور رخصة، هي رخصة، هي رخصة، والأمر مباح يعني، وفعل الرسول وفعل الصحابة الكرام لرفع الحرج، رفع المشقة، حتى لا يتأذى الناس ولا يكون هناك في يعني شعور بالضيق بالناس عندما يذهبون إلى المساجد. طب دكتور، ما تعليقك يعني عندما يختلف أحيانا أهل المسجد الواحد على قضية أنه هل نجمع أو لا نجمع، يعني مدام أن الشريعة أعطتها رخصة، والرخصة يعني كما يعني كما تعلم أنه يعني الإنسان مخير أن يأخذ بها أو لا يأخذ بها. نعم. يعني هل هناك سبب موجب من حيث المبدأ ومن حيث أصل التشريع لهذه المسألة أن يقع الخلاف بين المسلمين في ذلك؟ هو حقيقة الأمر في رقبة الإمام. الإمام هو المسؤول. نعم. فإذا جمع الإمام يجمع المصلون،
الذي لا يريد أن يجمع لسبب أو لآخر إما أن ينوي نافلة وإما أن يتنحى بدون أي خلاف، لأن الأصل في المساجد أن تكون يعني للألفة، للمحبة، للمودة، للتفاهم، جمع صف المسلمين. فإما أن يكون الإمام ليس مؤهلا أن يقود هذا المسجد، وإما أن يكون المصلين في بعضهم يعني لا يفقه من العلم شيء الكافي. فالأصل إذا جمع الإمام يلتزم الجميع، وإذا لم يجمع يلتزم الجميع، ولا يجوز للمأمومين أن يفرضوا رأيهم على الإمام. والرسول عليه السلام ماذا يقول؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. وجود الإمام هو المسؤول، وهو صاحب الصلاحية، ولا يجوز الاعتداء على صلاحية الإمام. ولعل الدكتور أيضا هو الذي يقدر الحالة، وهو الذي يقدر أنها تستوجب الجمع، وبناء عليه نقول أنه يجب أن يعين الأئمة أصحاب الكفاءة العالية، عندهم فقه، عندهم أخلاق، عندهم فهم للواقع، قدرة عندهم على التعامل، قدرة مع الناس أيضا، قدرة على التعامل، قدرة على إدارة الموقف. وفعلا أنت تجد في بعض المساجد إمام ضابط المسجد والكل يستجيب، وفي بعض المساجد يحصل نوع من الشوشرة أو نوع من الفوضى. فالإمام له دور، ولذلك نحن نهيب بالمسؤولين سواء في وزارة الأوقاف أو غيرها أن يعين في المساجد من هو صاحب كفاءة وليس أي شخص بالواسطة أو غير ذلك. دكتور، الجمع كيف يتم؟ يعني ما هي صفة الجمع؟ صفة الجمع يكون بين صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء. الفجر لا يجمع. الفجر لا يجمع، إما أن يكون جمع تقديم أو يكون جمع تأخير حسب المصلحة. فإذا كان جمع الإمام الظهر والعصر في وقت الظهر يسمى جمع تقديم، وإذا أجل الصلاة الظهر إلى وقت العصر يسمى جمع تأخير. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، إذا جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب فهو جمع تقديم، وإذا أخر المغرب إلى وقت العشاء يكون جمع تأخير. وهذا يجوز للإمام. وإن كان صفة الجمع بسبب المطر دكتور، يعني لعلك تفضل دكتور بما تفضلت فيه من قضية أن الجمع تقديم أو تأخير، هذا بالجمع بشكل عام، لكن الجمع في المطر، الجمع في المطر يعني هناك من اشترط أن يكون المطر نازلا. أقصد دكتور أي نوعين من الجمع يكون، هل هو من التقديم أم التأخير؟ لا، التقديم، جمع التقديم أولى. جمع التقديم أولى، يعني عند صلاة الظهر بيقيموا الصلاة، المطر نازل بيجمعوا العصر. لكن إذا كان متوقع المطر، الله أعلم يمكن تمطر يمكن ما تمطر، الأفضل ألا يجمع إلا إذا هناك توفرت شروط أخرى سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. إذن دكتور، ما هي الشروط يعني التي الضوابط الفقهية التي وضعها الفقهاء لجواز الجمع، أن هذه الحالة فعلا تستدعي الجمع بسبب المطر؟ يعني هناك حالات متفق عليها. حالات متفق عليها، يعني الجمهور عندما قال يجوز الجمع في المطر قصدوا المطر الغزير، عندما يكون المطر منهمل نازل، الأرض منبلة والسماء منهلة، يعني في مطر نازل والأرض مبلولة. طيب إذا كان المطر متقطع أحيانا هل يجوز؟ أحيانا وأحيانا. بعض المذاهب قال خلاص ما دام توفرت العلة يجوز الجمع. يعني أحيانا دكتور فعلا يعني ينزل المطر قبيل صلاة الظهر مثلا بساعة ويتوقف وقت الصلاة، يتوقف وقت الصلاة، ثم يعني ما يلبث بعد الصلاة بنصف ساعة إلى أن يعود مرة أخرى. وأنت تعلم يعني أن الأوقات يعني قد تكون مطر في عمان لكن في شرق عمان ليست مطرا، وقد يكون هناك مثلا مطر خلال 10 دقائق وينتهي مثلا. يعني مدام أن الحالة الجوية فيها مهيئة للمطر أو تم يعني نزول مطر فعلا. في هذه الحالة يعني إذا نزل المطر فعلا رأي الجمهور يجوز. الجمهور، لكن حتى الجمهور في هذه الحالة بعضهم قال لابد أن يكون المطر نازل، مذهب الشافعي. أحمد بن حنبل بيقول خلاص مدام نزل المطر ولو توقف يجوز الجمع، لأنه يستند إلى أدلة أخرى بجواز الجمع حتى لو ما في مطر وهكذا. والأولى يعني تترك الأمور بتقدير الإمام، الإمام بيقدر الأمور، موقع المسجد، المرتادون للمسجد، المسجد موقعه مثلا صعب قد يكون، المرتادون للمسجد قد يكونوا كبار السن وصعب أن يعودوا للمسجد مرة ثانية، وأحيانا هل أجمع مع الجماعة ولا أصلي منفردا؟ لا، أجمع مع الجماعة أولى من أن أصلي
منفردا، لأن فضيلة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. نعم دكتور، بالنسبة للجمع يعني المكان الذي يجمع فيه، هل يشترط فقط المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، أم يجوز في المصليات التي لا تقام فيها الجمعة؟ يعني اتفق الفقهاء أنه يجوز في المسجد الذي تقام فيه الخمس صلوات، مسجد معروف أنه هذا مسجد مسجد جامع وتقام فيه الخمس صلوات، هذا باتفاق. الآن المصلى هل يجوز ولا لا يجوز؟ فبعضهم قال إذا كان المصلى تقام فيه الخمس صلوات أصبح حكم حكم المسجد، لكن في بعض المصليات مثلا في الدوائر في الوزارات يعني قد يصلى فيه صلاتين أو ثلاث صلوات بالكثير، صلاة الظهر والعصر وأحيانا المغرب في الجامعات في المؤسسات، هل يجوز الجمع أو لا يجوز؟ أنا أميل أنه يجوز الجمع، وإن كان هناك من العلماء من يعني قال لا يجوز. لا، ما دام العلة موجودة، إذا وجدت العلة والسبب جاز الجمع، فلذلك يجوز أن يكون هناك جمع في المصليات ما دام المطر نازل. ولو بقول لك أنا مكتبي قريب أو أنا غرفتي أو مكتبي بجانب المصلى، كيف أجمع؟ إذا لم تقتنع دع الناس يجمعون، لأنه الأمر خلافي، ولا تحدث فتنة في المصلى أو في المسجد، والأمر الخلافي يسعني ويسعك، يسع المخالفين ويسع المخالفين. نعم. ولا يجوز أنه الإنسان كل أمر فيه خلاف يعمل عليه صياح وضجيج ومخالفات وكأنه وفتنة، يعني هو الرأي الصواب وغير الخطأ أن وخطأ يجبر هذا وغير ذلك. هذا, نعم. هذا الأمر الخطير، أنه في بعض الناس يريد أن يجبر الناس على أمر مختلف فيه، وهذا لا يجوز. لا يجوز، الأمر المختلف فيه فيه سعة. نعم. فإن وجدت إنسان يعمل أمر مختلف فيه دعه، وإن وجدت إنسان يمتنع عن العمل بالأمر المختلف فيه برضه دعه. هذا له وجهة سند نظر وقول. وسند وقول. وهذا له وجهة نظر، وأدب الخلاف مهم جدا. نعم. لا نفهم أدب الخلاف في المساجد وفي هذا، وإلا تنتهي الخلافات في المساجد. دكتور، ركز على قضية عدم الاختلاف في هذه المسألة، أن أساسا وجدت صلاة الجماعة لجمع القلوب وليس صحيح. نعم. لتفريق المسلمين أو يعني إحداث نوع من البلبلة داخل المسجد. جمع كلمة المسلمين واجبة. نعم. وهذه الأمور من السنن والمستحبات. تقديم الواجب أولى من السنن والمستحبات. وأنا أعجبني بعض الفتاوى لبعض العلماء المعتمدين عندما حصل خلاف في المسجد مثلا على صلاة التراويح أو على الجمع، قال اختلفنا هل صلاة التراويح 8 ركعات ولا 20 ركعة، وصار ضجيج في المسجد، ما الحكم؟ قال له الحكم ألا تصلوا في المسجد، اتركوا صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح سنة عدم الخلاف واجب، فلا يجوز أن تقدموا السنة على الواجب. وهكذا بالنسبة لهذا الأمر، يعني حقيقة لماذا نختلف؟ صحيح. أنا أتيت المسجد خاصة دكتور على أمور يعني الدين التي هي طاعة لله سبحانه وتعالى، ومدام أن يعني في هناك سند شرعي وهناك أدلة على كل الأحوال. دكتور، يعني تقودنا هذه المسألة إلى قضية أنه جيران المسجد، هل جار المسجد أيضا له الحق في أن يأخذ بهذه الرخصة؟ العلماء ذكروا أنه لو كان واحد تنطبق عليه شروط الجمع الكل يذهب في معيته، والإمام مساكن في نفس المسجد، وقد يكون غرفة يعني بينه وبين المسجد جدار أو شيء بسيط وهو يجمع، لماذا؟ يقول لك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله، هكذا نعم. هكذا الإسلام، التيسير والتسهيل على الناس. ولو واحد بالجملة. نعم. ولو واحد ييسر على الجميع، ييسر نعم. على وهذا الأصل. شوف، ديننا دين رحمة، دين ألفة، دين محبة. أنا أحضر إلى المسجد من أجل أن أزداد محبة مع الذين في المسجد، وليس أزداد فرقة. صحيح. وليس من أجل العناد ومن أجل المخالفة، لا، من أجل أن نزداد محبة وتعاون إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. معنا هذا الاتصال أخ محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. ممكن نسأل الشيخ بقى يا عزيزي؟ نعم تفضل، يسمعك الشيخ. الشيخ يسمعني؟ تفضل يا أخي، بارك الله فيك. والله يا شيخ البرنامج الآن يذاع على اليرموك. نعم. بتكلم عن الجمع في الصلوات. نعم تفضل. هل يجوز الجمع في البيت؟ نعم. هل لديك سؤال آخر؟
لا والله هذا ليس له. نعم تسمع إن شاء الله جواب من الدكتور، جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يتقبلك ويحفظك يا دكتور. آمين وإياك إن شاء الله، تفضل. بدي أسأل الدكتور تيسير الله بالنسبة للجمع يوم نعم. الجمعة إذا كان مطر يعني الجمعة والعصر يجوز الجمع؟ نعم. السؤال يا دكتور. الله يجزاك الخير وشكرا لاتصالك. جزاك الله يا دكتور. الله يحييك يا مرحبا. دكتور الأخ محمد الجيلاني يسأل عن الجمع في البيت، هل يصح هل يجوز؟ والله الجمع في البيت يعني رأي الجمهور أنه لا يصح إلا عند الضرورة، يعني إنسان مريض ويصعب عليه الوضوء ويصعب عليه أنه يعني يصلي كل مرة، بجوز يكون نايم تعبان مرهق مريض مرض مزمن، هذا أجاز له العلماء الجمع. إذن ليس بسبب المطر، لا، وإنما بسبب المرض. هنا السبب اختلف. السبب اختلف. والأولى أنه في البيت يصلي كل صلاة منفردة. قد يعني يذكر بعض العلماء أنه يجوز الجمع في البيت، وطبعا احنا بنحب الراحة، بس نقول والله لا أطمئن لهذه الفتوى، لا أطمئن أنه الإنسان يجوز له بسبب المطر أن يجمع في البيت، لأن وين المشقة؟ ما في مشقة دكتور هنا، ما في مشقة. نعم. لكن بسبب المرض أجاز بعض العلماء. يعني دكتور هو الأصل أن تؤدى العبادة في وقتها. نعم صحيح. وإخراجها عن وقتها الجمع استثناء وليس هو الأصل. هذا الصحيح. نعم. وبالتالي لا يذهب إلى الاستثناء إلا بموجب شرعي. إلا بموجب شرعي أو يعني يكون هناك سبب قوي أريح للإنسان. يعني كأن من يريد أن يجمع في البيت يقول أرحني منها مش أرحني بها، بدي أخلص، بدي أغزها الكم الركعة وأخلص. وهو مفروض الإنسان يستأنس بالصلاة ويخشع فيها يعني ينتظرها وهكذا. نعم دكتور. الأخ ملك الدهون أيضا سأل عن هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر، وبنحوه وردنا أيضا سؤال على خدمة الرسائل SMS، هل يجوز جمع صلاة العصر جمع تقديم مع صلاة الجمعة بسبب نزول المطر؟ حقيقة بالنسبة للجمعة والعصر الجمهور، وأؤيد هذا الكلام، أنه نعم. يجوز، لأن الجمعة بدل الظهر، تمام، نعم. والعصر كأنه يعني يوم عادي مثل يوم الخميس مثل يوم السبت مثل يوم الأحد، يعني حلت يجوز الجمعة محل الظهر وبالتالي بالضبط. تأخذ حكمها. لكن هناك من أفتى، وهذا سبب إرباك للناس، لعل هذا سبب السؤال الذي وسبب يعني يطرح السؤال. نعم. وأنا أذكر أخي بارك الله فيك، نعم. أنه في أحد المساجد كان في ثلج شديد والطرق مغلقة، وبصعوبة وصلت الناس على صلاة الجمعة على أرجلهم، وفي بعضهم انزلق وانكسرت يده أو رجله لصعوبة الموقف. نعم. الإمام خطب الجمعة وصلى الجمعة ورفض أن يصلي صلاة العصر. جمع. والناس تقول يا ابن حلال يعني العصر، ورفض رفضا تاما، وصار في شوشرة في المسجد وصياح. لكن ما هو السبب؟ السبب أنه هذا الإمام يتبع المذهب الحنبلي، أحد أقوال المذهب الحنبلي. إيه ماذا تقول المذهب الحنبلي؟ بأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة مثل صلاة العيد، ليست بدل صلاة الظهر، فما دام صلاة مستقلة لا يجوز جمعها مع العصر، وهذا قول ضعيف حتى في المذهب الحنبلي، حتى يعني أحد أقوال المذهب الحنبلي، ومذهب أقوال أخرى تجيز. نعم. ولذلك نقول الذي يرفض أن يجمع بين الجمعة والعصر قول ضعيف، والأصل في الإمام أن يأخذ إيش؟ الأقوال الراجحة، الأقوال التي ترفع المشقة والحرج عن الناس. نعم. نعم. دكتور أيضا وردنا سؤال من الأسئلة التي وردنا على خدمة SMS، وهي بالمناسبة يعني نحب دائما أن ننوه للإخوة المشاهدين الكرام، أنا أستقبل أسئلتكم على خدمة SMS على رقم الهاتف الذي تم الإعلان عنه مسبقا قبل القناة، نرحب دائما بتلقي أسئلتكم والإجابة عليها. دكتور مضمون هذا السؤال هو دخل المسجد، يقول دخلت المسجد لصلاة المغرب وكان الإمام قد نوى الجمع بين المغرب والعشاء، وعندما التحق بالإمام كان الإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية تحديدا، يقول السائل ماذا أفعل وماذا أنوي؟ هل يجوز لي أن أصلي معه المغرب ثم أجمع بعده العشاء، يعني ينوي المغرب مع صلاة العشاء والإمام يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي العشاء منفردا، أم ينوي العشاء معه ولا يصلي المغرب، أم ماذا؟ هل بهذه الحالة هو يدرك الجمع أم لم يدرك الجمع؟
هو في الحقيقة أولا يبدأ بصلاة المغرب، لابد من الترتيب، أولا المغرب ثم العشاء، أولا المغرب ثم العشاء. فإذا أدرك مع الإمام صلاة المغرب 3 ركعات وبقيت ركعة وسلم وقام ونوى العشاء مع الإمام، نعم، هذا أجازه بعض العلماء. لكن الآن صلى ركعتين كما تذكر أنت، صلى ركعتين في الركعة الثانية، نعم، بده ينوي صلاة المغرب، صلي ركعتين ويقوم يأتي بركعة وحده منفردا يكمل المغرب، ثم في وقت العشاء يصلي العشاء. يعني لا يدرك الجمع بهذه الحالة؟ لا يدرك الجمع، لأنه الجمع له شروط وقد وضع له العلماء قواعد. يعني من شروطه دكتور أن يدرك الصلاة الأولى، أن يدرك الصلاة أو الأولى منها، أو جزء منها هكذا، نعم. ويكون هناك إتمام للصلاة بعد العشاء، نعم. إذن بهذه الحالة لا يجوز أن يجمع، هو يصلي المغرب فقط ركعتين، وحتى لو 3 ركعات، يعني يصلي المغرب ويصلي العشاء في وقته، يصلي بهذه الحالة هو تأخر عن الجماعة، بالتالي نعم، تأخر عن الجمع. نعم، معنا اتصال هنا الجيوسي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. مرحبا، أهلا وسهلا. لو سمحت عندي سؤال بس خارج عن موضوع الحلقة. ما في مشكلة، تفضلي. هل يجوز أن أصلي وأنا وأخي جماعة وأكون أنا الإمام؟ إمامة المرأة. نعم، الله خيرا. شكرا لاتصالك. معنا الأخ محمد عياصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احتراماتي يا دكتور. حياك الله، يا مرحبا. سؤالي يا شيخ، أنه تأخر الشيخ بصلاة الجمعة، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة عن طريق البث؟ يعني كيف تأخر؟ تأخر لم يأتي إلى المسجد؟ لم يأتي إلى المسجد، نعم، لسبب اللي بتتفضلوا به، أنه ممكن ثلج، شتاء، أي طائع يعني. نعم. هل يجوز إقامة صلاة الجمعة كاملة بالطريق البث اللي هو يعني قصدك في الأذان، يعني على نمط الأذان موحد؟ أي نعم. شكرا لاتصالك أخ محمد، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى من الدكتور. الدكتور، بالنسبة لإمامة المرأة، إمامة المرأة في أطفالها يجوز، لكن عندما يصبح الطفل سن تمييز ويتقن الفاتحة ما عادت لها إمامة. الطفل يؤم بأمه بعد سن التمييز، نعم. قبل سن التمييز يجوز للمرأة أن تؤم بأطفالها. يعني لعلهم دكتور من باب التعليم، يعني تعليم الصلاة، ما دام أنه أقل لكن أقل لا سنتين. يجوز، لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل أبدا بأي حال من الأحوال. إمامة المرأة لا تجوز إلا الأم بأطفالها، أطفالها الصغار، نعم، اللي ما بلغوا سن التمييز وفاهم حافظ قرآن ويعي يعني الصلاة. حتى لو كان دكتور أخوها أو حتى لو أو كان ابنها كم عمره من محارمها بغض النظر، لا يجوز أبدا. يعني هو أباحوها فقط للأطفال الصغار قبل سن التمييز. نعم. دكتور محمد العياصري يسأل عن تأخر الإمام، هل يجوز في حال عدم وجود الإمام اللي يخطب الجمعة أنه يعني؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز أبدا. قد يكون الإمام خلفهم، كيف بده يكون الإمام خلف؟ لابد من أن يكون مباشرة الإمام موجود. في هذه الحالة إما أن يصلوا ظهرا أو يخرج أي واحد على يصعد أي واحد على المنبر، نعم، ويأتي بأركان الخطبة ولو بسيطة، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقط يعني يأتي بالأركان، يعني تمت الخطبة. لو جاء بآية أو حديث، بآية أو حديث خلاص ختم، يعني أي واحد من المصلين يقول، لكن لنفرض لا يوجد، نعم، تتحول إلى صلاة ظهر. أما أن يصلي عن طريق التلفزيون أو البث المباشر، هذا مرة دكتور سألني إياها يعني صديق، نعم، يعني أنا لا أعرف، لم أستطع أن أحدد المسألة أنه فعلا يسأل يعني بجد ولا يعني ولا هزل. بقول صليت خلف الخطيب التلفزيون، قلت له وتركت صلاة الجمعة؟ بقول لي نعم تركت صلاة الجمعة، كانت في خطبة هيك كويسة أعجبتني على الجسم وظلت جالس عليها. قلت له أنت لم تصلي، يعني المسألة لا تحتاج إلى فتوى. يصلي إلى الظهر، نعم، يعني الظهر. أنت يجب أن تصلي الظهر، ما صليت جمعة يعني. وبالتالي اسمها جمعة من، نعم، الاجتماع. يعني الإمام يجب أن يكون ليس فقط صوتا، يجب، نعم، أن يكون إمام حقيقي. والجماعة أيضا، أنت تكثر سواد المسلمين وتلتقي بهم وتسمع الخطيب، إذا لم تشاهدوا على الأقل تسمعوا، نعم. فلذلك لا يجوز أن تكون الخطبة عن طريق البث المباشر أو عن طريق التلفزيون. في بعض الناس بيصلي مع مكة، طب وين الإمام؟ هو وين؟ صحيح. في ناس بيصلي مع المسجد الأقصى
ربنا يرد إن شاء الله سالما غانما. وبعض الناس بيصلي مع التلفزيون، هذا لا يجوز أبدا. يصلي ظهر لا بأس، وإن كان فاتت فضيلة الجمعة وأثم، يأثم لأنه قصر في صلاة الجمعة. والذي يترك الجمعة ثلاث جمع متتالية فإن برئت منه ذمة الله ورسوله، يعني بده ينتبه لهذا الأمر. نعم نعم. معنا اتصال عمر محمد من الزرقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. والله سيدي أنا عندي سؤال وملاحظة. نعم تفضل. من شوية فضيلة الدكتور ذكر أنه الإمام هو المناط به موضوع الجمع. نعم. الآن حيث أنه الإمام هو المناط به موضوع الجمع، الإمام من باب توحيد الفتوى الأصل أنه موظف وزارة أوقاف، ولوزارة الأوقاف الولاية الكاملة على المساجد. الآن صدرت تعليمات من وزارة الأوقاف تنظم موضوع الجمع في لقاءات معالي الوزير في زيارات المحافظات. نعم. وخاصة محافظة الزرقاء أعطانا ملاحظات، يعني حيث وضع الزرقاء من حيث الطقس يعني ليس كباقي المحافظات. يعني إذا كان في تعليمات تكون تعليمات عامة، لكن الآن حضرت صلاة الظهر، هل تستطيع الأوقاف أن تضبط كل المساجد المحافظة على أقل التقدير، يعني أن تضبط المساجد كلها وتعطي الأئمة إعاز بأنه هذا الحال يصلح فيه الجمع ولا يصلح، يعني بتقديرك أخ عمر؟ السبب أخي العزيز. نعم. في مساجد الزرقاء قلة أعداد الأئمة المؤهلين المعينين واللي عندهم درجة من العلم الشرعي. نعم. على هذه المسألة. نعم. فمسألة يعني المطر الواقع الذي يبل الثوب واستمراره. نعم. من بداية الركعة الأولى وانتهاء الصلاة الأولى. نعم. والركعة الثانية خاصة في باب الظهر والعصر. نعم. أمر في الزرقاء بالذات نادر. نعم نادر. الآن يعني قد يكون في الزرقاء أحيانا درجة عالية. هذه الملاحظة أخ عمر سامعني يعني وصلت، إن شاء الله تسمع تعليق من الدكتور حولها. هل لديك سؤال آخر؟ والله الموضوع الآن قرار مفتي عام المملكة. نعم. بعدم جواز الجمع في المصليات. عدم جواز الجمع في المصليات، لأن المصليات كل كراجين كل مكتبين كل مجموعة أشخاص، الأصل أنه الجمع في المساجد اللي فيها درجة عالية من المشقة التي ينادى فيها تقام فيها الصلوات. يعني أرجو تحملون على هذه الملاحظة، بارك الله فيكم. شكرا لاتصالك، جزاك الله خير. دكتور، مسألة يعني بسبب عدم وجود الـ الإمام المؤهل، وهذه النقطة لعلك دكتور قبل قليل يعني ركزت عليها. نعم. فمدام هو غير مؤهل قد يعني كما تفضل أخ عمر أنه لا يستطيع أن يقدر المسألة حق قدرها وأنه يعطي الحالة هل هي تستحق الجمع أو لا تستحق. نعم. الجمع. فهل هناك من سبيل أنه تقودها وزارة الأوقاف بطريقة معينة أنها يعني تعمم على أهل أئمة المساجد أنه هذه الصلاة يصلح فيها الجمع؟ هل يعني ممكن؟ يعني حقيقة جهود طيبة، لا شك أنه وزارة الأوقاف تقوم بجهود. نعم. لكن هناك فعلا آلاف الأئمة غير مؤهلين حقيقة، هذه موجودة. نعم. وفي نفس الوقت هناك آلاف الأئمة المؤهلين لا يعملون أئمة في وزارة الأوقاف يعني وخطباء، أحيانا في عزوف دكتور. وبالنسبة للكلام تفضل فيه. نعم. أخ عمر يعني يدل على أنه عنده شيء، عنده علم وفقه حقيقة. نعم. جزا الله خير. لكن لا يمكن أن يكون أحيانا المطر يعم جميع مدينة الزرقاء وجميع مدينة عمان. نعم. يمكن في حي في مطر، حي ثاني قريب منه ما في مطر، محافظة واسعة يعني. ومحافظة واسعة. نعم. يعني يجب أن يكون هناك تحديد واضح. نعم. تحديد واضح. نعم. إذا كان المطر منهمر، السماء منهلة كما ذكر بعض. نعم. العلماء، والأرض مبتلة، يجوز الجمع إذا حطت الشروط هذه يلتزم بها الإمام. نعم. فهذا شيء طيب وأمر يعني يشكر يعني عليه، لكن يشكر من الصعوبة من مكان، لكن الصعوبة تحديد يتم تعميم في اللحظة في التو. نعم. يعني نقول والله اليوم مساجد الزرقاء تجمع، يعني لا بديل دكتور عن فقه الإمام. لا بديل. لابد. نعم. لابد. دكتور. نعم. في قضية عدم الجواز الجمع في المصليات يعني الأمر خلافي كما ذكرنا. نعم. احنا من الأساس قلنا الأمر خلافي. نعم. والمفتي هل رأيه ملزم ولا غير ملزم؟ نعم. احنا دكتور لم نتأكد انه هي من المفتي يعني هو يعني على قول الآخر. هو المفتي هل رأيه ملزم؟ لا. انا لم أقرأ فتوى في هذه المسألة. على كل الأحوال فيما لو صدرت فتوى من المفتي. نعم. هل المفتي قول ملزم؟ لا قول المفتي غير ملزم على فكرة أولا. ثانيا ما دام الأمر خلافي الأمر يسع الجميع. نعم.
فمن أراد أن يجمع في المصليات هناك ما من يسعف بهذا القول، ومن أراد أن لا يجمع هناك ما يسعف بهذا القول. ثم مفهوم المصلى، يعني بعض العلماء قالوا إذا صليت في معظم الصلوات وليس جميع الصلوات، يعني إذا صليت في المصلى ثلاث صلوات يعتبر حكم المسجد، وبعضهم قال أربع صلوات وبعضهم قال خمس صلوات. فمفهوم المصلى يعني مش مصلى والله بصلوا صلاة واحدة، لا لاحظ صلاة واحدة فقط. فإذا كان هناك معظم الصلوات في المصلى حكم المسجد. نعم. كما نذكر الأخ عمر جزاه الله خير وبارك الله فيه، يعني يدل على حرصه في هذه القضية، الحرص والأمر خلافي في هناك بعض، وإذا صدر أمر من ولي الأمر نعم المفتي هل فتوى ملزمة؟ هذا أمر أيضا. دكتور معنا اتصال الأخ أبو سليمان من معان. السلام عليكم. ألو. تفضل أخ أبو سليمان. ألو. تفضل نسمعك. تفضل سيدي الشيخ، بدي أسألك، لما بتصلي المغرب والعشاء بوادي موسى بسكر الميكروفون إمام المسجد، المفروض القرآن مش شفاء للناس؟ نعم لا شك في ذلك، يعني بسكر الميكروفون أثناء أداء الصلاة، يعني أثناء أداء الصلاة يعني يغلق الميكروفون الجهورية. يعني لو تسمعنا من الهاتف أخ أبو سليمان حتى نسمع صوتك بشكل جيد. نعم المغرب والعشاء. نعم هو يغلق السماعة أثناء أداء الصلاة، يعني هذا ملاحظتك. نعم وضحت إن شاء الله تعالى. شكرا لاتصالك دكتور. في قضية لعل هذه مسألة فيها يعني تعليمات إدارية من الأوقاف. نعم في قضية تعليمات إدارية إغلاق يستجاب لها السماعات أحيانا، يعني يستجاب لها، لكن هو ذكر في وادي موسى. أنا أتوقع أنه يعني أهل المنطقة كلهم يحبون ذلك إذا كان هذا الأمر، ولا يوجد إزعاج ولا تشويش، ولا يوجد مثلا إزعاج للمصلين أهل البيوت أو الأطفال أو الذين يدرسون الآن موسم دراسي وتوجيهي. إذا لا يوجد إزعاج واتفق أهل المنطقة لا بأس، لكن لا يجوز مخالفة الأوامر الإدارية. في أوامر إدارية يتم الالتزام بها، ويعني يكون هناك في سعة من وزارة الأوقاف تسمح في الأحياء البعيدة في الأماكن الصحراء يعني وكذا، لا يتم التجديد عليها، لا يتم التجديد. لكن أحيانا دكتور مدام هو في تعليمات إدارية يعني من الجميع، لأنه حقيقة في ناس يعني خاصة جيران المسجد بنزعجوا أحيانا، وأحيانا مسجد بشوش على مسجد، مسجد يعني في أحيان في تقارب بالمساجد. نعم. مع أنه يعني في تحفظ أقدت أنه هي إزعاج أو مش إزعاج، وإنما المقصود فيه الصوت العالي وليس يعني سماع إذا القرآن عندما يخرج خارجا. أخ عبد الله من الكرك، السلام عليكم. أخ عبد الله ما زال معنا؟ تفضل أخ عبد الله. نعم. تفضل اسمعنا من التليفون الله يجزاك خير حتى نسمعك بشكل واضح. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلو. نسمعك تفضل. يا سيد. أخي عبد الله أغلق التلفزيون واسمعنا من الهاتف الله يبارك فيك. لا تسمعنا من التلفزيون. هلو. تفضل. أخ عبد الله يبدو. هلو. نعتذر من الأخ عبد الله لم نسمعه بشكل واضح، أرجو أن يعيد الاتصال مرة أخرى ويسمعنا من الهاتف فقط. في فاصل مخرجنا العزيز. نعم معنا أيضا اتصال. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل. الله يحييك دكتور ومساء الخير إليك ولضيفكم الكريم. الله يمسك منورنا. الله يحييك. أهلا ومرحبا. وهو من الناس المحترمين ولا نزكى الله. الله يخليك ما عليك زود بارك الله فيك. الله يكرمك يفتح عليك. سيدنا إذا تكرمت في توجيه سؤال للدكتور بخصوص لفت كريمة عند حول أو جواز صلاة الجمع بين فرضين. اللفت اللي سلبية في الموضوع انه بعض الناس بتقوم بتخريب الصفوف والانسحاب وما شابه. وانت فأنت بالوضع شو رأيك دكتور والشارع؟ نعم تسمع ان شاء الله تعليق من الدكتور. شكرا لاتصالك معنا. الاخ عبد الله الدار مرة اخرى. السلام عليكم. هلو.
تفضل اخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا سيد انا بشتغل محامي. نعم حياك الله. احيانا بنقدم لائحه الدعوه لموكلنا. نعم. الموكل طبعا في الاخير لائحه الدعوه بنطلب الطلب. الطلب طبعا هي دفع الرسوم والمصاريف وتعب المحاماه. والاخياب واخر شيء بنحط الفائده القانونيه. الفائده القانونيه انا طبعا موكلي بقول لازم انك تطلبها. انا كمحامي طبعا اتقيد بموكلي، يا ترى انا كمحامي هذه الفائده القانونيه شو حكمها؟ عفوا يا سيدي، يعني هي بموجب ماذا يعني تخرج هذه الفائده؟ يعني الان عاده احنا العرف في القانون نعم بنطلب احنا لائحه الدعوه مطالبه ماليه. بنطلب يا سيدي الطلب في النهايه في الاخير في لائحه الدعوه، يعني هذه الفائده تكون زياده على المبلغ الاصلي 9%. نعم الاستفراغ كان على المده عاليه. نعم اذا ما هو بدفعش دفعه واحده ممكن يدفعها على دفعات. وهي الدفعات هذه فيها فائده قانونيه، يعني موكلي انا لما بقول له يا استاذ انا بدي الفائده القانونيه تطلب لي اياها، ما بدي انا شو حكم هاي بالنسبه لي كمحامي انا. انا بدي اتقيد اطلبها له. نعم اخ عبد الله ان شاء الله تعالى تسمع اجابه من الدكتور. شكرا لاتصالك. معنا اتصال اخر الاخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يعطيك العافيه. حياك الله يا مرحبا، اهلا وسهلا. والله يا اخي في سؤالين صغار. السؤال الاول فضل. انا ما لحقت الحلقه من الاول، بعرفش اللي حكيته فيه، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع بعذر او من دون عذر؟ نعم هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، يعني احنا في امرات الشيخ الله يجزيه الخير يعني بيجمع، وبنظرنا احنا يعني ما فيها الضرورة للجمع. هسه بالنسبة لنا يعني نعم، هل انو الافضل اني اصلي معهم ولا انا اترك وانفرد لحالي؟ يعني هو رأيي. نعم شكرا لاتصالك، تسمع اجابة ان شاء الله تعالى من الدكتور، بارك الله فيك. سنخرج فاصل دكتور قبل أن نبدأ بالإجابة على أسئلة الإخوة المتصلين. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، ادخر لنفسك صدقة جارية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ساهم في إعادة إعمار مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي الذي دمره الاحتلال. تبرع $1,000 لبناء وتشطيب متر مربع واحد. تبرع ولو بمتر واحد. للاستفسار يرجى الاتصال على. للتبرع لصالح المستشفى عبر أرقام الحسابات التالية: 1- مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية، وأول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفاء بدران، هاتف 510-5683.
شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أتقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. أهلا بكم مجددا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم فتاوى أحكام، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور تيسير فتياني. أهلا وسهلا بكم مجددا. أهلا بكم أهلا. بارك الله فيك. معنا اتصال دكتور من أبو صالح من الزرقاء. السلام عليكم. السلام. تفضل أبو صالح. تفضل. سؤال للدكتور. نعم. إمام مرتب لمسجد من المساجد، نعم، يسكن في المسجد، نعم، معظم أيامه يصر على عدم الخروج لصلاة الفجر، الصلاة خلفه باقي الفروض إن وجد. أه. يعني طب مين بيأم الناس في صلاة الفجر إذا كان هو الإمام المكلف بالإمامة الناس؟ مرتب. يعني من يأم الناس في صلاة الفجر إذن؟ نعم. مين بيأم المصلين في صلاة الفجر؟ يعني أحد المصلين. أحد المصلين. أه. بأمهم أحد المصلين متبرع، يعني من هالحي. نعم، من أهل الحي. نعم، تسمع تعليق إن شاء الله تعالى. يعني بشكل لافت للنظر، يعني من الأسبوع بقبله خمسة أيام وهو ساكن بكون دول. نعم. واضح الملاحظة أخ أبو صالح، إن شاء الله تسمع تعليق من الدكتور حول هذا. طيب. الموضوع. سؤال ثاني. نعم تفضل. حكم الدرس قبل أذان يوم الجمعة، الدرس. نعم. اللي قبل الأذان، نعم، هل يحرم حرمة يعني مشروعيته؟ نعم، والله يجزيك الخير. شكرا شكرا لاتصالك، جزاك الله خير. دكتور، الأخ أحمد البرغوثي سأل أولا. نعم. أنه عندما يتم الجمع يقوم البعض بالانسحاب من الصفوف، وبالتالي ترك فراغات أحيانا، وأحيانا بصير فيه عدم استواء للصفوف. تعليقك دكتور، نصيحتك في هذا الموضوع. يعني حقيقة احنا ذكرنا انه وجود المصلين في المسجد للتآلف والتحابب. نعم. وانا شاهدت مثل هذه الصورة، في بعضهم ينسحب بطريقة فوضوية او بطريقة فيها اعتراض، مما يسبب نوع من الارباك في صفوف الإرباك. المصلين. نقول لهم يعني اتقوا الله، الامام موجود، لا تقتنع بالجمع انوي نافلة يا اخي، انوي نافلة، وإذا اضطريت للخروج يعني يخرج بهدوء وبطريقة مؤدبة. نعم. لأنه الأصل أن تلتقي يعني القلوب، تليق بأدب المسجد، بأدب المسجد. نعم. واحترام الإمام، الإمام لابد من أن يحترم. الإمام شخصية محترمة، اسمه إمام، لماذا اسمه إمام؟ يعني مفروض يكون رقم واحد في المسجد. نعم. الكل يعني يستجيب له، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ما في داعي للشوشرة، هذا يعني قد يصل إلى درجة الإثم، لأنه لم يحترم ولم يعظم حرمات الله. لو هذا الشخص نفسه دكتور، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسكينة ووقار، يعني فيجب أن يغلب على حركات المصلي السكين والوقار. هذا الشخص لو كان في مغفر شرطة أو أمام إنسان وجيه، هل يتصرف مثل هذا التصرف؟ هو بين يدي الله،
لماذا لا تحترم المكان؟ تحترم بيوت الله هذه، لماذا لا تحترمها؟ ليش بتحترم مغفر الشرطة بتحترمش المسجد؟ وتشوف في بعض الناس بيضحكوا وبتصهصنوا وبيتكلموا بيعملوا شوشرة، لكن لما نروح في موقف رسمي منضبط ومحترم هذا لا يجوز. بدك تكون هين محترم وأيضا هين محترم. والأولى أن نعظم حرمات الله في المساجد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير دكتور. دكتور الأخ عبد الله المحامي من الكرك يسأل عن قضية الفائدة القانونية التي تؤخذ على في بعد أتعاب يعني تحكم فيها المحكمة، لابد عندك تصور دكتور. الأستاذ عبد الله جزا الله خير الأستاذ عبد الله، هذه ليست فائدة، هذه ربا، لكن في آخر الزمان يسمى الأمر بغير لأنه مال مقابل مال. وقد طرحت في مجلس النواب من أجل إلغاء، لكن في تصويت يعني، وأنا الأحكام الشرعية لا يجوز التصويت عليها. يصوت على الأمور التي لم يرد فيها نص، لكن هذا ربا واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولذلك جزا الله خير أنه بسأله بتحرى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنشكر الأستاذ عبد الله على التحري، تحري الحلال في هذا الموضوع، الله ولا يقبل مثل هذا الأمر، وجزا الله خير. نعم جزاك الله خير. دكتور معنا اتصال آخر، الأخ أبو رامي من الزرقاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله تفضل. يعطيك العافية سيدي. الله يعافيك ويسلمك. رد سلام سؤالين. السؤال الأول عن البسملة، الجهر بالبسملة، أو حكمها. والسؤال الثاني إذا يعني أقيمت الصلاة جمعا وحضر أحدهم بعد انتهاء صلاة المغرب، كانت منتهي تماما ما حضر منها شيء، فهل يعني يجوز له أن يجمع؟ يبدو خبرام انت مش تابعنا من اول حلقه. لا والله ما تابعت انا، علق عليه، لكن سنعيد التعليق بشكل سريع من اجل اتصال. جزاك الله خير، شكرا لاتصالك. دكتور الاخ عمر ابو شتيه سال الجمع، هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعذر وبغير عذر؟ نعم حديث واضح. حديث واضح جدا، يعني نقرا الحديث من اجل انه يطمئن. يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يعني صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، ما في سفر، دون سفر، من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فقيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ ليش؟ ماذا أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. الدين يسر يا جماعة، والله الدين يسر، لكن انك تتمسك في جزء من الدين تضغط الناس وتحشرهم في الزاوية هذا لا يجوز. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عملها مرة وليس ديدا وليس وحال ثابت. أيوة يعني امر روتيني او امر باستمرار عند الضرورة، عندما يكون في ضغط عن الانسان، عندما يكون في ظروف اضطرارية يعني يجوز. لكن والله كل يوم بدي اجمع، كل يوم بدي اجمع ما في سبب وانا مرتاح. لعل دكتور هذا السؤال ايضا مرتبط بالسؤال الثاني للاخ عمر ابو شتي، عندما قال يعني هناك بعض الائمه يجمع من غير ضروره، يعني يشعر الماموم بانه ليس هناك ضروره للجمع. اذا كان لمره واحده مره في السنه لكن ليس كل يوم، كل يوم بصير فيها احراج وبصير فيها يعني لو اضطر مرة في السنة. لكن مرة. على ألا تقع دكتور في قضية يعني الخلاف في التقدير. نعم. فقد يقدر الإمام أن يعني هناك برد، هناك يعني مطر، هناك حاجة. نعم. والآخرين قد لا يقدروها بهذا الشكل. قد لا يقدروا، لك الأمر متروك للإمام. متروك للإمام، والمسألة مثل ما تفضل دكتور. نعم. فيها ساعة لا شك. نعم. نعم. دكتور أيضا سؤال الأخ أبو صالح من الزرقاء، لما يقول إمام في مسجد يسكن في المسجد ولا يخرج لصلاة الفجر إلا نادرا، دكتور نصيحتك في هذا الباب؟ نصيحتي أنه يتق الله الإمام الراتب الذي يأخذ فيه شبهة ويأخذ جزء من راتبه بالحرام ويحاسب عليه في الدنيا والآخرة. أنا أنصح، أولا ينصح هذا الإمام، فإذا لم يستجب يرفع أمره إلى مديرية الأوقاف. هو مسؤول، هو راع ومسؤول عن رعيته. هذا الإمام يجب أن يتق الله ويجب أن يؤدي العقد الذي بينه وبين وزارة الأوقاف والعقد اللي بينه وبين المصلين، يؤدي الصلوات بتمامها. وفعلا في بعض الأئمة ملتزمين التزام ممتاز وجهودهم مباركة، وفي بعض الأئمة والله عندهم تفلت. نعم. فنقولهم اتقوا الله.
يحتاج الى ضبط يعني احيانا الى ضبط، اذا لم ينضبط بعد النصيحه يرفع امره الى مديريه الاوقاف. نعم. دكتور، مشروعيه الدرس الذي يؤدى قبل اذان الجمعه، هل هو مشروع، هل هو حرام، هل هو بدعه؟ اولا مشروع. توصيفه. اولا مشروع، ثانيا الذي يقول انه بدعه لا يفهم مدلول ومفهوم البدعه، ما هي البدعه؟ لا يفهمها، ولو فهمها ما بيقول هذا الدرس بدعه. ثالثا، هناك بعض الناس سمحهم الله يثيرون قضايا فرعية ويتركون القضايا الكلية. نعم. بيأتوا إلى أمور صغيرة ودقائق الأمور. نعم. ولا يجوز إثارتها أصلا، لأنه إثارتها تثير فتن، ويتركون العدل، المساواة، يتركون يعني دكتور الأمور الكبيرة التي تهم الأمة. الخطيب يدرس قبل يدرس قبل لا بأس، ما المانع ما فيها شيء يعني، او يدرس قبل حضور يعني الصلاه، يدرس بين الاذان والاقامه، ما المشكله؟ انا اذكر في وزاره الاوقاف قبل عده سنوات اثير مثل هذه القضيه. واحد يقول درس الجمعه بدعه، فوزاره الاوقاف قالت درس الجمعه قبل الصلاه عليه 10 دنانير، كان اول المتقدمين وهو كان يقول بدعه. بطلت تصير بدعه. نعم. يعني بدون 10 دنانير بدعه. لما صار درس الجمعه قبل الصلاه في عليه 10 دنانير، كان هو اول المتقدمين وهو الذي يلقي درس الجمعه يعني قبل الصلاه. احيانا دكتور مثل ما تفضلت يعني اثاره المواضيع لعلها تحدث ليست من المواضيع المهمة، ليست موضوع مهم. ثم بعد ذلك دكتور ليس هناك ما لا يوجد وقت للموعظة، يرشد الناس ويدرس على الناس، لا بأس به ذلك. نعم. في هناك أيضا دكتور سؤال للأخ أبو رامي، عندما سأل عن الجهر بالبسملة ما حكمها؟ أيضا أمر خلافي. نعم. ورأي الجمهور أن هناك جهر بالبسملة، وخاصة الإمام الشافعي، لأنه يعتبر البسملة آية من الفاتحة. الإمام أبو حنيفة لا يعتبرها آية، والأمر خلاف يعني يسعنا، من جهر بالبسملة جزا الله خير، ومن لم يجهر بالبسملة جزا الله خير. ولا يجوز أن نختلف على هذا الأمر. فإذا بدأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله خير، وإذا بدأ الحمد لله رب العالمين جزا الله خير. لكن مع ضرورة الدكتور أنه الإصرار بها، يجب الإصرار بها يعني لا يجوز تركها على الإطلاق. نعم، لأنها آية من القرآن، سبعة من المثاني. شوف. نعم. احسبها سبعة من المثاني، لا تصلح السبعة من المثاني إلا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية في هذا. يشكل على عوام الناس أنه عدم الجهر فيها، يظن البعض أنه لا يقرأها بصوت منخفض نهائيا. نعم. وهذه مسألة يعني تشكل على. نعم. الناس. ويعني ننصح الأئمة والمؤتمين انه يا جماعه هذه قضايا لا تثيروها في المساجد، حتى لا يكون هناك فتن، حتى لا يكون هناك فتن بين المصلين. معنا ابو معاذ من الزرقاء. السلام عليكم. السلام عليكم اخي الكلاسي. حياك الله. ممكن نتكلم مع الشيخ رسول؟ تفضل، يسمعك دكتور. سيدنا الشيخ، انا في يعني الان مشكله ان المساجد تكلمنا كثير معهم وضعتهم. الصوت مش واضح اخونا ابو معاذ، لو تعيد سؤالك بارك الله فيك. بقول عدم كفاءة أكثر أئمة المساجد في الخطابة. يعني الآن في عندنا خطيب أحد المساجد دون ذكر أسماء، يعني تكلمنا مع وزارة الأوقاف وكذا مرة ومع المسؤولين إنه يعني إن شاء الله تحصلوا خطبته، بس تعالوا شوفوا كفاءته بالخطابة. يعني كان الإمام هذا يجيب بالخطة على ورقة ويكتبها خط إيده، ومع ذلك قاعد بغلط بالقراءة بتاعته. ناشدناهم كذا مرة إنه مشان الله يا جماعة تسمع خطبته ولا حياة الأنسان. إذا المسؤولية سيدنا الشيخ يعني بدنا منكم توجيه لأطفال. إن شاء الله تسمع توجيه من الدكتور حول هذا الموضوع، وبارك الله فيك. معنا اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يعطيك العافية سيدي. حياك الله، أهلا وسهلا سيدي. بدي في عندي سؤال، ما الفرق ما بين المس واللمس؟ شو اللي بنقول الوضوء يعني؟ فرق والسؤال الثاني سيدي. نعم. السؤال الثاني سيدي، في عندي مؤذن، عندنا مؤذن، والمؤذن ما بتخرش الوذان. هو اقرط يعني، اقرط اصلا وما بتخرش الوذان. يعني ما بيأذن، يعني يخطئ في الفاظ الاذان ولا قصدك؟ نعم. صوته مش جميل يعني؟ نعم نعم، يعني يخطئ في الفاظ الاذان. نعم. ما بتعرف شو بقول، ما بتعرف شو بقول يعني، لانه اقرط كثير. سلامتك. شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. معنا دكتور، يعني لم يبقى معنا كثير من الوقت، لكن دكتور اخونا ابو معاذ من الزرقاء،
في قضية الخطيب الذي لا يتقن الخطبة ويقول أنه يخطئ حتى في الورقة الذي يكتبها ولا يستطيع أن يلقيها بشكل جيد على المصلين. لا شك أن الخطبة أمانة، وهنا مناشدة لوزارة الأوقاف، مئات أساتذة الجامعات حملة الدكتوراه وحملة الماجستير وحملة البكالوريوس لا يخطبون الجمعة، ليش موقفينهم؟ ما أدري ليش موقفينهم. يجب أن تعيد وزارة الأوقاف سياستها، واسمح لي أنا أقول يعني في هذا الموقف لا يجوز التدخل الأمني في الخطابة. نحو الناحية الأمنية، الخطيب قائد رأي، وحرية الرأي وحرية الكلام مضمونة بالدستور، يجب كما أن الصحفي مضمون حقه حرية الرأي في الصحافة ويدافع عنه، الخطيب أولى. الخطيب له حرية الرأي، مضمون رأيه، ويجب ألا تتدخل. يعني وكانك دكتور تقول بسبب إقصاء أصحاب الكفاءة عن المنابر صعد على المنبر من هو ليس بكفؤ، وبالتالي وقعت مثل هذا الخلل. مئات من حملة الدكتوراه وحملة شهادات الماجستير وحملة أصحاب الكفاءات، يعني نجد أنا عصرت هذا الأمر. أحيانا قد يكون بغض النظر، لا أريد أن أطعن في أحد، يعني أكثر من دكتور يحمل شريعة في المسجد ويأتي شخص مع طب يخطب فيهم، أو شخص مع محاسبة، أو شخص مع شهادة، ودكاترة الشريعة يستمعون، وقد يخطئ أخطاء. صحيح قد يكون عنده قدرة على الخطابة لكن ما عنده فهم للأحكام الشرعية، ما في عمق يعني، ما في عمق، ويطرح قضايا قد تكون يعني مخالفة للمفهوم الشرعي، ما عنده دراسة في الأصول، ما عنده دراسة في مصطلح الحديث، ما عنده فهم للفقه الواقع. يعني أسد الشريعة أولى. صحيح أنه في بعضهم يتجرأ، لكن لا يجوز التدخل. هذا لا قادة رأي، يجب أن نفصل بين الخطبة وبين التدخلات الأمنية. يجب التدخلات الأمنية أن تتنحى جانبا ولا تتدخل في خطب الخطيب أبدا. نعم. جزاك الله خير دكتور على هذا التوجيه. أيضا دكتور الأخ علي اليعقوب لما يقول ما الفرق بين المس واللمس في نقض الوضوء، لعل الدكتور هنا يشير إلى الآية أو لامستم النساء، هل مجرد اللمس ينقض الوضوء أم ما معنى الملامسة هنا؟ هو يعني لمس غير المس. المس يعني له علاقة بالجن والشياطين، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. قصده بين اللمس و يعني والملامسة. هل اللمس معناه مس البشرة أم اللمس الجماع؟ فلمس البشرة يعتبر لمس، لكن الفقهاء قالوا مجرد اللمس، بعضهم قال ينقض الوضوء، بعضهم قال لا ينقض الوضوء إطلاقا، والرأي الوسط وهذا ما أميل له، إذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. طبعا في محارم وفي زوجة وفي غير محارم وهكذا. فاللمس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. دكتور أيضا بتعليق سريع دكتور على المؤذن الذي لا يتقن الأذان، يعني الأذان يعني ليس هو أساسا شعيرة، ويجب إتقانها، يعني ليس شيئا سهلا وليس شيئا قليلا، لابد من إتقان الأذان. لكن قد يكون في يعني عيب خلقي، هذا العيب الخلقي لا يستطيع النطق بعض الحروف. هل تعلم أنه سيدنا بلال ابن رباح لم يكن يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كان يقول أسهد، والصحابة يقولوا يا رسول الله بيقول أسهد، فماذا يقول الرسول عليه السلام؟ لقد قلب الله سين بلال شينا، سبحان الله، لكن كان صوته جميل. نعم. إذا كان يعني عيب خلقي لا بأس، لكن إذا كان عدم معرفة دكتور، عدم معرفة وخربط في الأذان، طبعا يجب أن يتعلم. طبعا يجب أن يتعلم، لو جلس بينه وبين نفسه وتعلم الأذان يعني كأنه فهمت، كأنه فهمت ألثق. إذا كان يعني كذلك يعني في عيب في النطق يعني على حسب. نعم. دكتور معنا هنا سؤال وأرجو أن تجيب عليه أيضا بسبب انتهاء وقت البرنامج. محمود يسأل ما حكم الجمع بين المغرب والعشاء بسبب الرياح الشديدة، هل الرياح وحدها كافية للجمع بين الصلوات؟ يعني الرياح الشديدة فيها مشقة أحيانا، وأباح بعض العلماء. يعني عادة دكتور الرياح الشديدة تأتي مع مطر، فيها برد، فيها برد وفيها مطر. نعم. والأمر متروك للإمام، وأباح بعض العلماء الجمع بسبب الرياح الشديدة، بعض العلماء، والجمهور لم يبيحوا، لكن بعض العلماء أباحوا. الأمر كما ذكرنا من بداية هذه الحلقة متروك للإمام، لذلك الإمام هو قائد،
هو موجه، هو الذي يحدد، هو الذي يحدد. نعم، ويجب أن يكون الإمام قائد. نعم، ويجب عدم التدخل في الإمام الواعي. نعم، دعه يتصرف، دعه نعم. يفتي، دعه نعم. في حدود علمه وفي حدود منطقه. نعم، إذا كان هذا قائد في المنطقة بحل كل مشاكل الحي. نعم، لا شك نعم. في ذلك. أنا شاكر دكتور وجودك معنا اليوم، جزاك الله خير. بارك الله على ما تفضلت وقدمت فيه. دكتور تيسير الفتياني، أستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية والجامعة الأردنية. نعم، والجامعة الأردنية أيضا. شكرا جزيلا لك، ونشكر الأخ الدكتور رامي، ونشكر هذه القناة القناة الدعوية الرائعة. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله تعالى. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، على أمل أن نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. من هذا الحين إلى ذلك الحين، هذا محدثكم رامي عياصي، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.